بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، صيغة للحمد من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدر بحسنات. أعظم ما في مناقب هذا الحديث أن الله تعالى يوكل لك 70,000 ملكا يستغفرون لك إلى يوم القيامة، ويكون هذا الاستغفار في ميزانك يوم القيامة. روى الإمام الطبراني الحافظ الطبراني في المعجم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، فقالها يطلب بها ما عند الله، كتب الله له 1,000 حسنة، كتب الله له بها 1,000 حسنة، ورفع له بها 1,000 درجة، ووكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. دي رواية. هذا الحديث له شاهد آخر من حديث أم سلمة: كتب الله له 100,000 حسنة، وجعل روحه في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل روحك في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار الجنة. هذا الحديث له شاهد آخر موقوف على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول: كتب الله رضي الله عنه كتب الله له بها 80,000 حسنة، ومحى عنه 80,000 سيئة، ورفع له 80,000 درجة في الجنة. فأعظم مناقب هذا الحديث إحنا هنحتسب في كل رواية من الروايات ديت أعظم الثواب. احتسب إن ربنا يوكل لك 70,000 ملك يستغفرون لك إلى يوم القيامة. احتسب إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك 100,000 حسنة. احتسب ان ربنا سبحانه وتعالى هيمحو عنك 80,000 سيئة. احتسب ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع لك في الجنة 80,000 درجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: افضل عبادي امتي يوم القيامة الحمادون، مش تشديد الميم، الذين يكثرون من الحمد. فالذكر ده ذكر جامع من جوامع الحمد. ده كل اللي بقوله ده استغفار مرة واحدة بس، لو انت قلته مرة واحدة بس، ما بالك بقى لو انت كررته، قلته مثلا 5 مرات 10 مرات كل يوم، اضرب الثواب ده في العدد، يعني قلته 10 مرات اضرب الثواب ده في 10. فمراقب لا تحصى. يكفي ان اقول لحضراتكم في الحديث الصحيح ده، ان الاب بيرفع يوم القيامة درجات في الجنة كثيرة، فيتعجب فيقول: ان لي بهذه المنزلة وعملي يعني لا يصل بي الى هذه المنزلة. فيقول له رب العالمين له: باستغفار ولدك لك. طب ده يعني استغفار الابن الاب بيرفعه درجات كتيره في الجنه، فبالك بقى باستغفار 70,000 ملك لغايه يوم القيامه. طب ده الابن بيعيش مده معينه، بيموت 60 70 80 90 سنه بيموت، ده واحد بس. طب تصور لما 70,000 ملك يفضلوا يعني يظلون يستغفرون لك الى يوم القيامه، الحسنات قد ايه؟ ده انت لو بتقوله مره واحده. طب لو قلته كل يوم، طب لو قلته كذا مره كل يوم، فضلا عن رفع درجات الجنه، فضلا عن محي السيئات. فطبعا ذكر حري ان يحفظ هذا الذكر ويقال كل يوم كثيرا يعني. فانا هكتب لكم الحديث برواياته في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه نشر هذا العلم في ثواب عظيم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.